كل شيء تحطم في لحظة عابرة واحدة، الفرحة، الأمل، المستقبل، حتى الحياة نفسها ذهبت في لحظة واحدة بمجرد حضور المسيرات. ضباط جدد كانوا في انتظار وضع النجمات فوق أكتافهم من أجل الاندماج في الجيش السوري. لكن جهة ما لم ترض بهذا الأمر، قررت قصف حفل تخرج في الكلية الحربية في حمص السورية. كان هذا هو المشهد قبل دقائق فقط من عملية القصف التي لم تعلن أي جهة المسؤولية عنها حتى الآن ولكن هذه الجهة تسببت في مقتل ما لا يقل عن مئة شخص والعدد مرشح للارتفاع هذه الصورة بعد دقائق فقط من عملية القصف التي تعرضت لها الكلية فوضى عارمة ضحايا في كل مكان والدماء أصبحت عنوان الحفل الحزين من ذلك المشهد إلى هذا المشهد تشيع جنازة ضحايا الهجوم الخاطف من طلاب وضباط وأهالي الخريجين. والفاعل لم يعلن عن نفسه. المؤسف بأن الجنازة المخصصة لتشييع ضحايا الكلية الحربية تعرضت هي نفسها للقصف أيضاً. لتتحول القصة من محزنة إلى مفزعة. أيضاً في نفس لحظة وقوع هجوم الكلية الحربية نفذت تركيا ضربات عسكرية على أهداف تركية تابعة لحزب العمال في القمشلي في شمال سوريا أسفرت عن خسائر كبيرة في المجمل يمكن القول بأن سوريا تحت قصف شديد منذ يوم أمس في أكثر من مكان وأنها شيعت ضحايا كثرا خلال 24 ساعة مضت لنعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الخبير والمتابع لمواقع التواصل الاجتماعي المهند كلثوم مرحبا بك معنا في منسات إذا ارتفعت حصيلة قتل هجوم المسيرات على الكلية العسكرية في حمص إلى أكثر من مئة قتيل هذا بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان دعنا نبدأ أولا بالتوقيت يعني ما هي قراءتك لتوقيت هذا الهجوم في الوقت الحالي؟ بداية بعزي انفسنا بهذا المصاب الجلل الرحمة لابنائنا الشهداء والرحمة لهم هم زينة شبابنا الرحمة للمدنيين الشفاء العاجل للجرحى من عزي أنفسنا مثل ما ذكرت بهذا المصاب الجلل بالتأكيد دائما بحب أقول أنه هذه المآسي التي نشهدها منذ 2011 ليست جديدة ولكن توقيت هذا هذا الحدث هو استكمال للمجازر والعمليات الارهابيه هناك جهات لا تريد التهدئه في سوريا هناك جهات لا تريد التمام الجرح السوري هناك جهات لا تريد بنفس الوقت ان تهنا سوريا ب بانتصاراتها أن تهنأ سوريا باستقرارها فجاء هذا التصعيد وآخرهم يوم أمس المجزرة التي كان ضحيتها طلاب جامعيين ومدنيين في مكان تعليمي في مكان لنيل العلم وهو صرح علمي معظم الحضور كان من المدنيين والشباب والاهالي المدنيين بغض النظر ان انه يحمل المكان صفه عسكريه ولكن هو اولا واخيرا اكيد هو مكان لتحصيل العلم بدرجه عاليه. طيب سيد مهند يعني بحسب المراقبين هناك الكثير من الدلائل تشير الى ان سوريا بعد هذا الذي حصل امس في حمص تتحرك باتجاه معين. ما الخطوات التي اتخذتها الحكومه السوريه بعد هذا الهجوم؟ أه اكيد لها الحق الحكومه والدوله السوريه باي خطوات، اولا اعلنت الحداد على الضحايا شهداء التفجير الغاشم ثلاثه ايام، وبنفس الوقت لها كل الاولويه والحق في الرد سواء عسكريا او سياسيا. أو حتى بأي طريقة تجدهم مناسبة، فباعتقادي اليوم هو الرد سيكون أكيد رداً حاسماً لأرواح الشهداء الذين سقطوا نعم. المدنيين، اليوم هي حالة ليست هي حالة عسكرية. بل هي حاله انسانيه آه يعني اليوم انت بهذا التفجير يعني ما ما, ما, ما فيني اقول انه هو ليس متوقع ولكن هو متوقع لان الارهاب يضرب المدنيين ويضرب العسكريين ويضرب السياسيين لا يفرق بين فئات الفئات المستهدفة فباعتقادي القيادة السورية والحكومة السورية عزمت على الرد عزمت على استكمال المشروع وسياستها في القضاء على آفة الإرهاب ولكن الإرهاب بين فتره وفتره يفاجئنا بنوعه الجديد نعم. يعني اليوم نحن تفاجئنا بمنظومه جديده وهي عبر المسيرات صحيح. هذه المسيرات التي التي هي حديثه الصنع وحديثه نعم. الدقه ما فينا نقول انه هي بدائيه ولكن هي متطوره وعده دول تمتلكها نعم. ومعروفه هذه الدول التي تمتلك هذه المسيرات المتطوره صحيح سيد مهند ولكن هذا الهجوم يعني برايك هل ياتي في سياق التصاعد الامني في سوريا وماذا عن ما يحكى عن تورط اطراف خارجيه في هذا الهجوم هل هذا الهجوم انا باعتقادي هو تتم مثل ما ذكرت قبل شوي ل... لمنظومة الإرهاب التي بدأت ضربت سوريا من 2011 أكيد أنا بشاطر رأي كل الأقوال والأحاديث التي تقول أن تورط جهات خارجية عزيزتي اليوم هذا النوع من ال... ال... التقنيه العاليه في هذا السلاح اكيد مجموعات ارهابيه لا تمتلكه او لا تستطيع ان تصنيعه إذا لا. لم يكن هناك دعم خارجي سواء إقليمي أو حتى دولي وأكيد هذه النوعية من التكنولوجيا محصورة في عدة دول لأنها تعد جيل جديد من الأسلحة المتطورة فأيد أنا دائما مقولة أنه هناك تورط ودائما المستفيد معروف بالنسبه للشعب السوري وحتى للجمهور العربي برفض التهدئه في منطقه سوريا واشعال التصعيد المتكرر دائما على الساحه السوريه فأكيد هناك في تطور تصور انه هناك دعم إرهابي لهذه التجمعات الارهابيه لكي تستخدم هذه التقنيه المتطوره من الأسلحه في نعم تصعيد التوتر في سوريا. كل الشكر لك، كنت معنا من دمشق، الخبير والمتابع لمواقع التواصل الاجتماعي المهند كلثوم.